بتعرفوا انه في اقلام اقتراع بتنعمل بموجب القانون الجديد برا. هالاقلام بحاجه لميزانيه مش موجوده بالموازنه. جدولنا اليوم هذا القانون لحتى بكره بس بدنا نبلش بالموازنه ما يتملطش او ما يتاخر او ما يفوت بعمليه ال 1400 صفحه يلي بدها تدقق فيهم لجنه المال. اللي بقدر اقوله اقر اليوم هذا الاعتماد، يعني وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، الامن العام، هلا بنحكي البند اللي بيتعلق فيه، صاروا قادرين يباشروا من تاريخ اقرار القانون بالجلسه التشريعيه. لجنه المال اقرته، مفترض يذهب بشكل سريع الى جلسه تشريعيه بحددها دوله رئيس المجلس النواب، وهذا الامر بيجعل من عمليه تسهيل اقتراع المغتربين قائم وبقوه. هلا اللي حصل باللجنه هو انه في جوازات سفر كلكم عم تعانوا، او اللي عم بيطلبوا جوازات سفر بيعرفوا انه عم بيعانوا كتير لانه ما في امكانيات، وبنعرف انه المواعيد عم تنعطى وبشكل يمكن شوي مأخر. لذلك صار في تواصل مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والامن العام ووزارة المالية بالجلسة اليوم، وصار في اتفاق وقرينا ان يكون هنالك بند يتعلق بنسبة معينة بتنسيب معين لكلفة هذه الانتخابات. الكلفة كما حددت بمناقصة هي بحدود 290 ل 300 مليار ليرة. فإذا هذا البند يا إما يضاف إلى الاعتماد الإضافي اليوم إذا وافقت الحكومة، لأنه حسب الدستور أي إضافة نحن بنعملها بدها توافق عليها الحكومة. الوزراء اللي كانوا موجودين وافقوا، أكان وزارة الداخلية أو المالية أو الخارجية، لكن طبعا في تواصل مع دولة رئيس الحكومة ومع فخامة الرئيس وسائر الوزراء لتأكيد هذا الأمر من خلال اجتماع الحكومة، وإلا سيتم إقراره من خلال اقتراح قانون تقدمنا فيه وبالجلسة هلأ، وبالتالي بيكون هذا الأمر متاح لأنه أقرت اللجنة المبدأ وأقرت عمليا المادة يلي عم بحضروها كانوا وزير الداخلية مع وزير الخارجية ووزير المالية. فإذا هذا الأمر مشي عمليا، حطينا على السكة عملية الاقتراع مع جوازات السفر. الحكي كتير حلو عن اقتراع المغتربين، إذا ما تأمنت له الوسائل والإمكانيات المالية بيضلوا حكي. فإذا اليوم هيدي خطوة إلى الأمام. بكرة رح نبدأ بالموازنة، بكرة عنا اجتماع على مسألة رؤية وزارة المال والحكومة، يعني ما يسمى بفزلكة الموازنة، عنا جلسة عليها، ورح يكون في تباعا اجتماعات يومية من بكرة وطالع لإنهاء أكان الاعتمادات الموجودة بالموازنة أو مواد القانون. اللي بحب أقوله هنالك حرص رح أرجع أكد عليها المرة، موازنة كيف ما كان ما رح تمرق. موازنة فيها حقوق الناس، وبذات الوقت فيها ربط لأي زيادة ضريبية بتحسين الدخل، يعني ما فيك تزيد ضرائب على الناس ما عندهم دخل محدود أو دخل معدوم. هذا الموضوع ما في نقاش فيه. رح يصير في اجتماع تنسيقي بيني وبين وزارة المالية اليوم بعد الظهر لتحضيرا للأيام المقبلة، حتى تكون هالأمور يعني بحد الأدنى في نوع من تنسيق إذا جاز التعبير، يمكن ما يكون في اتفاق، ولكن المفروض أن يكون معلوم عند الجميع أنه مسألة المواد اللي واردة بالموازنة واللي بعض منها يتعلق بالنظام التقاعد، بعض منها يتعلق بزيادات ضريبية، بعض منها بيتعلق بتعديل أمور وقوانين نافذة، هذه بدها تخضع لرقابة ورقابة يعني حاسمة من قبل لجنة المال والموازنة. حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.